كابتن هشام ابتدي معاك، يمكن جيل مميز، جيل يعني حضرتك يعني بتدربهم في النادي الاهلي، كان ليك بصمه كبيره جدا معاهم، خاصه اختيار محمد صلاح في نادي سموحه ينضم معاك في الفرقه. كلمني عن الجيل بشكل عام اللي معاك، وكلمني عن التلات لعيبه في منتخب مصر بشكل خاص. يمكن جيل 2004، مواليد 2004، من اقوى الاجيال اللي احنا في الفتره الاخيره ديت شفناهم في الساحه، ويمكن اكتر عشان نتاكد ونعرف الجيل ده اكتر اتفرجنا عليه في كاس العالم وشفنا امكانياتهم عامله ازاي. وبصراحه الولاد كانوا قد المسؤوليه ولعبوا ماتشات غايه في الروعه، لعبوا ماتشات كويسه قوي ومؤثره جدا، فكان بصمتهم واضحه وكان دورهم واضح. حتى يعني الولاد الحمد لله في الفتره اللي هم كانوا موجودين فيها ما قبل التحضيرات بتاعه كاس العالم كان باين عليهم الحماس، وكان باين عليهم قوي ان هم داخلين في المود بتاع كاس العالم، فالولاد كانوا مركزين جدا لدرجه ان هم عارفين ان هم رايحين يوصلوا بالمربع ان شاء الله، يعني مربع كان هدفهم البدايه واضح، كان من البدايه المفروض ان هم كان عند عارفين التارجت بتاعهم، فكان عندهم الحافز ان هم يلعبوا عليه، وفعلا بصراحه اثبتوا ان هم كانوا رجاله وكانوا مؤثرين وعملوا دور مهم قوي للجيل. طب قول لي يا كابتن، يمكن محمد صلاح كان موجود، بلال كان موجود، عندنا معاذ كان موجود، هل من وجهه نظر حضرتك الفنيه كان ممكن لعيبه قريبه انها تبقى مع المنتخب طبعا من النادي الاهلي؟ طبعا. كام لعيب مثلا كان ممكن يكون كمان في المنتخب؟ يعني بنتكلم على ثلاثه كمان، لان فرقه النادي الاهلي مؤثره جدا، يعني الكلام ده مش اقاويل اللي احنا بنقولها، لا ده كلام نتائج طبعا، نتائج الفرقه 2004 للسيزون اللي فات والسيزون اللي قبليه بتقول ان الجيل دوت جيل مؤثر في النادي الاهلي واثر كمان في منتخب مصر. يمكن برضو اجي لك يا محمد، كان بطوله افريقيا كان بادي عليكم ما شاء الله ان انتوا يعني فريق محترم وهيروح بطوله العالم يعمل حاجه، كلمني عن بطوله افريقيا وازاي انتوا كنتوا واخدين افريقيا دي تجربه عشان توصلوا مربع في بطوله العالم. الحمد لله كنا ماشيين كويس قوي في افريقيا، يعني كان في اربعه من النادي الاهلي، كان معانا يوسف لولا 2006 دلوقتي في المنتخب، وبس يعني استعدينا كويس. طب كلمني البطوله كانت فين، يعني اللي عرف الساده المشاهدين. بطوله افريقيا كانت في رواندا، كانت بطولة يعني كان الفاينل مع الجزائر على ما اعتقد، ولا كان مع رواندا؟ لا كانت رواندا، كان صحيح. كان جمهور كبير قوي ساعتها، يعني كان من احلى ماتشات حياتي يعتبر بسبب الجمهور، الارض كانت حلوه، يعني كسبنا فرق كبير. انا كسبنا يعني الماتش كان مأزم في الاول شويه، بعدين الحمد لله ربنا كرمنا وفتحنا. وده كان مؤشر ان انتوا رايحين في كاس العالم تعملوا حاجه. الحمد لله. انا فاكر حتى كنا استضفنا مجموعه منكم بعد بطوله افريقيا، وكانوا قالوا ان احنا يعني دي بالنسبه لنا احنا مش شايفين افريقيا قد ما شايفين ان احنا نروح المربع. هو هدفنا طول عمرنا كان كاس العالم، يعني يعني بطوله افريقيا دي كانت بالنسبه لنا استعداد بس لكاس العالم. صحيح. وكان كذا بطوله كمان، يعني بطوله البحر المتوسط وبطولات وديه كتير، كانت هي كل ده عشان كاس عالم بس. يعني ما شاء الله عليك يا محمد. وخليني اقول لك ان انت كانت السنه اللي فاتت مش احسن حاجه بالنسبه لك، يمكن توقعت مع النادي الاهلي، وبعد كده تعرضت لاصابه الرباط الصليبي، وبعد كده دخلت بقى في عمليه واعداد، وازاي ترجع من الاصابه الله اكبر ان انت ترجع تحجز مكانك في منتخب مصر كسنتر هاف وباك ليفت. كلمني عن الفتره الصعبه دي وازاي ربنا سبحانه وتعالى كرمك بعديها. يعني هي ما كانتش العمليه اول حاجه، كانت يعني قعدت 3 شهور علاج طبيعي وتاهيل وكده، يعني كانت فتره صعبه طبعا عشان كان كاس عالم قرب قوي، فيعني بس الحمد لله. يعني انت ما حضرتش تعمل عمليه؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. يعني يمكن كان ارتخاء شويه في الرباط. يعني الحمد ربنا الحمد بس لله. بس يعني كان قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. الحمد لله. بس الحمد لله قدرت ارجع نفسي يعني واحده واحده كده. وقبل مش سهل يا كابتن عزيز، طبعا مش سهل. لا مش سهل ان هو يرجع في الوقت ده وفي وقت قليل. يمكن حتى كمان في بدايه المشوار بتاعهم في كاس العالم هتلاقي ان الصراحه ما كانش وجوده ظاهر قوي، لكن في الاخر ابتدى يطلع تدريجيا لغايه ما ابتدي يثبت نفسه فعلا كان موجود. صعب جدا فعلا طبعا.